ولمناقشة موضوع استمرار الصراع السياسي في العراق ودلالات نفي وزارة الخارجية دعوة النظام السوري إلى مؤتمر جوار العراق الإقليمي ومحاولات قادة الميليشيات زج حليفهم وإعادة تدويره في ظل العلاقات المشتركة مع طهران، معنا من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي السيد فاروق فتيان الراوي. مرحبا بك معنا سيد فاروق. اهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناه الرافدين، واهلا وسهلا. حياكم الله. طبعا كما تتابعون وزاره الخارجيه في العراق تقول انها غير معنيه بالدعوه المقدمه للنظام السوري لحضور المؤتمر، وفي نفس الوقت هناك جهه اخرى غير حكوميه غير رسميه قامت بالدعوه، ونريد الان ان نفهم دلالات هذا التصريح من وزاره الخارجيه ماذا تعني؟ أعتقد أن المسؤول عن تقديم الدعوات في أغلب بلدان العالم إذا كانت هناك سلطة مركزية تحترم نفسها هي وزارة الخارجية، وعبر دائرة المراسم وعبر سواء كان من قبل وزير الخارجية أو من ينوب عن وزير الخارجية في إرسال من خلال سواء من خلال السفارات أو من خلال مندوب لهذا الغرض. الذي حصل في العراق للأسف أنه لا توجد سلطة موحدة ولا توجد سلطة مركزية، وهذا معروف لدى الجميع. يعني عندما يصرح رئيس الوزراء بشيء وتظهر ميليشيا معينة وتنتقد رئيس الوزراء والطالبة بإلغاء هذا التصريح، هذا يدلل على وجود أكثر من سلطة داخل السلطة العراقية. صالح الفياض طبعا يسعى إلى أن عودة سوريا، لأنه سوريا تمثل خط تنسجم مع طموحاته وطموحات إيران ومع النظام الإيراني ومع حزب الله في لبنان، ولذلك يعني هذا التوجه طائع بالفشل. أولا لأنه الدول العربية هناك قرار بالإجماع من الجامعة العربية بمقاطعة نظام بشار الأسد، عندما تيجي توجه دعوة إلى هذا خروج على نظام الجامعة العربية، فبالتأكيد راح تعترض الدول المدعوة لحضور مثل هذا المؤتمر. نعم، هذا من الناحية الرسمية والدبلوماسية. طيب من الناحية الأخرى، إذا كان ما جرى من دعوة لبشار الأسد صحيحا طبعا من قبل فالح الفياض الذي زار دمشق مؤخرا، كيف يمكن الحديث عن إدارة دولة بعدة رؤوس ولا سيما في ملف العلاقات الخارجية؟ يعني الجميع يعلم أن في العراق لا توجد سلطة مركزية ولا يوجد قرار مستقل. الميليشيات لها دورها في فرض سيطرتها على جزء كبير من القرار السياسي العراقي. القوى السياسية المتصارعة كل يتخذ القرار الذي يناسبه. المالكي في كثير من الأمور هو غير قادر على تحقيق ما يطمح له، على سبيل المثال محاربة ما يسمى الإرهاب. عدة مرات أعلن الكاظمي أنه سيحارب بشكل كامل عمليات القتل وعمليات الإرهاب اللي تمارس ضد ناشطين من ثوار تشرين، ولكن لحد هذه اللحظة لم يقدم أي شخص إلى المحاكمة نتيجة الضغوط اللي تمارس عليه من قبل الميليشيات نفسها أو من قبل القوى السياسية المسيطرة على القرار السياسي في العراق، واللي هي تابعة إلى إيران ومعروفة. يعني المالكي يشكل جهة والعامل جهة والحكيم جهة ومقتدى الصدر جهة، وربما الكاظمي هو أضعف هذه القوى الموجودة في السلطة العراقية. طيب مع محاولة الميليشيات تقريب نظام الأسد للواجهة وعلاقاته مع العراق، إلى أي مدى تلعب العلاقة مع إيران إفشال لمحاولة أو لكل محاولة لزج العراق بالبعد العربي والإقليمي وإبقائه في حلف طهران؟ للأسف العراق لا زال خاضع للنفوذ الإيراني منذ أكثر من 10 سنوات، والسفارة الإيرانية هي التي تلعب الدور الأساسي في حسم الكثير من الأمور اللي تجري على الساحة العراقية، وهذا معروف للجميع. والولايات المتحدة الأمريكية منذ عهد أوباما منح هذه أعطى صبغة شرعية من خلال
انسحاب وتراجع التدخل الامريكي في العراق، ومنح السلطات الى السفاره الايرانيه، والى كنا نعلم ان قاسم سليماني كان هو الامر الناهي في العراق، وبعد قاسم سليماني السفير الايراني يتدخل في امور بسيطه ليست امور جوهريه، وانما الامور البسيطه بدات السفاره الايرانيه تتدخل في مثل هذه الامور. نعم. بالحديث عن المؤتمر، ما الفائدة المرجوة من انعقاد مؤتمر بهذا الشكل لدول الجوار، دول الإقليم، وهل يمكن للعراق أن يستفيد منها، ولا سيما أنه دولة ضعيفة الآن سياسيا واقتصاديا؟ لا أعتقد في ظل هذه الظروف السياسية وخاصة ما حصل من تطورات في أفغانستان خلال اليومين الماضيين، أن مثل هذا المؤتمر ممكن أن ينتج عنه قرارات داعمة إلى العراق. أولا المنطقة العربية بصورة عامة تشهد تراجع كبير سواء على صعيد المنطقة أو على صعيد السياسة الدولية أو على صعيد المنظمات الإقليمية، تراجع كبير، لا يوجد تفاهم عربي، التفاهم الخليجي غير موجود، فكيف ممكن أن ندعو إلى تفاهم عربي؟ التفاهم العربي الآن في أضعف مرحلة من مراحله، ولا أعتقد أن العراق سيخرج من هذا المؤتمر بأي فائدة. سبق هذا المؤتمر مؤتمرات كثيرة، وقبلها مؤتمر الكويت الداعم للعراق ولبناء العراق ولتطوير العراق، لم يستفد العراق لطالما لا توجد سلطة مركزية هدفها بناء العراق. لا يمكن للعراق أن يبنى بقرارات من الخارج. نعم. ما لم تتوفر سلطة مركزية أساسية مستقلة هدفها الأساسي هو خدمة العراق. السلطة الموجودة الآن من 2003 ولحد الآن تسعى لخدمة مصالحها الخاصة ومصالح فئاتها الحزبية وفئات الطائفية. نعم. ولم تقدم للعراق أي شيء. نعم. وكأنك تقول أن هذه القمة لن تعدو عن كونها مجرد مؤتمر علاقات عامة، لن يعود بنتائج جيدة أو مثمرة على العراق. نعم نعم نعم. أنا من خلال تجربتي مع مؤتمرات، حضرت أكثر من مؤتمر، ومن خلال وجودي كنت في العمل في وزارة الخارجية، للأسف القرارات العربية لا تتعدى عن كون لقاءات، ربما اللقاءات الثنائية، اللقاءات الثنائية هي التي تنتج وهي التي تثمر. مؤتمرات القمة العربية ربما يمكن آخر مؤتمر قمة عربي نستطيع أن نقول عنه أنه كان في قرارات حاسمة هو قمة بيروت، ولكن لم تنفذ قمة بيروت، قرارات قمة بيروت 2002 لم تنفذ بالشكل الكامل. بعد احتلال العراق لم تعد هناك على المستوى العربي تعاون عربي، قوة عربية فاعلة، إرادة عربية، قرارات عربية. نعم. ولذلك المؤتمرات كلها لم تقدم أي شيء منذ عام 2003 ولحد الآن. من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي السيد فاروق فتيان الراوي، شكرا جزيلا لك.